اتكلمنا عن الشركات. طبعا النادي الاهلي كون شركه عشان يبقى فيه شركه كوره منفصله عن اداره النادي. الكلام ده الناس برضو عايزه تعرفه ايه، هل شركه الكوره دي هتفصل اداره النادي خالص اللي هو كابتن محمود الخطيب عن الكوره، ولا هيبقى فيه دمج، ولا هيبقى فيه ايه بالظبط؟ لا مش هيبقى فيه دمج، هو المفروض تبقى منفصله، لكن طبعا القرارات الاستراتيجيه الرئيسيه هو مجلس اداره النادي الاهلي، وبعدين الاسهم بتاعت الشركه. النادي محتفظ ب 51%، يبقى ليه الكلمه العليا هو فيه. ليه الكلمه العليا، وفي القناه ليها نسبه، والمجله اعتقد ليها نسبه، يعني العدد اللي هيطرح هيبقى اقل، ان ما فيش اي يعني حد احنا يقدر، النسبه بتاعتنا هنا محفوظه يعني بتاعت القناه يعني. فمحدش يقدر يسيطر على شركه الاهلي من بره النادي هل الاهلي. الاسهم هتطرح بالنسبه للجماهير ولا للجمعيه العموميه ولا الايه بالظبط؟ يعني الحاجات دي كلها سابقه لسه سابقه الاوانه، وبعدين الاختيار هو رئيس مجلس اداره الاستاذ ياسين منصور، هو دي طبعا هو اللي هيبقى المتحدث اكتر عن العمليه يعني. دي. لسه مجلس اداره لسه ما لا اجتمعنا كذا اجتماع، وانا كنت مسافر حتى شاركت بالفيديو كونفرنس معاهم، والحقيقه اختيار برضو الكابتن حسام غالي كان اختيار موفق، وهو ملتزم ومتابع، وان شاء الله في الاشهر القادمه يعني تبقى الاساسي، القانون الاساسي بتاع الشركه وكل الحاجات دي. يعني هو دلوقتي الثلاثة اللي في المجلس، الأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة، والمهندس مصطفى مراد فهمي نائب الرئيس، وحسام غالي عضو. هل في أعضاء تانية هتضموها ليكم؟ هيبقى في أعضاء تانية طبعا بالمشاركة مع النادي، وشغالين يعني الأستاذ ياسين منصور عنده خبرة طويلة في عملية الشركات طبعًا. دي. الشركة دي ممكن تتفعل إمتى؟ لما قد إيه تقريبا كده؟ يعني المفروض ان ما تقدرش يعني لازم يبقى تبتدي في بدايه موسم جديد، يعني ما الموسم ده شغال فلازم يبقى في تنسيق مع هل النادي. تلحق السيزون اللي جاي ولا ممكن يبقى اللي بعده؟ لا اللي جاي احنا على حسب الحاجات بقى اللي هتتم فيها، لو كانت جاهزه والنادي اعتمد اللي انا اعرفه بتاخد فتره. النادي لو اخذ اعتمد القانون الاساسي فممكن مثلا في موسم اللي هو هيبقى 22 23 انما الموسم اللي جاي هتبقى صعب، لان بتاخد فتره مش اقل من 6 شهور، وفي طبعا النادي عنده التزامات والتعاقدات والحاجات دي كلها، فالنادي هو مسؤول عن الموسم ده طبعا. انت شايف ان ممكن الانديه المصريه كلها تتحول الى شركات ليها كام سنه تقريبا؟ لا صعب، دي كلها متوقفه على كل نادي، لكن اما تبقى الانديه كلها شركات وفيها نازله في الاسهم في البورصه ما الى ذلك، الاصول بتاعتها تبقى كافيه وتقدر بقى الكوره يبقى الايرادات بتاعتها كافيه انها تقدر الشركه تقدر تستخدم لعيبه على مستوى عالي وما الى ذلك، وتبقى شركه مساهمه والاعضاء هم اللي بيحاسبوا مجلس الاداره وتبقى مربحه. ده الهدف منها.